قوله عز شأنه فبهداهم اقتدح. العلماء لهم كلام جميل عجيب في 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 تفسيري أنا أسمعكم كلامهم يعني جميل جميل يعني، والله عز وجل لا شك أنه يفتح على علمائنا فتوحا عجيبة في 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 فهم كتاب الله. فقال أهل العلم فبهداهم اقتده، يقول اسمعوا الكلام العلم العجيب، يقول أهل العلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم إيش؟ يؤذن بأن الله زوى إليه كل فضيلة من فضائله. ما معنى هذا؟ حينما تأمر بالاقتداء لابد أن ترى شيء تقتدي به. حينما هداهم بمعنى أن النبي أن الله عز وجل دل نبيه على هداهم، وكيف يقتدي بشيء غير معلوم؟ لابد أن يقتدي بشيء معلوم. حينما اقتدي بهداهم يعني أنه بين له هداهم، ولهذا تعبير العلماء زوى إليه يعني أعطاه وبين له وكشف له. طبعا في 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 قديم في لأن هؤلاء كلهم سابقون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه زوى وقلب التاريخ وقلب أيام الماضية وكشف له هذا الهدى الذي عليه هؤلاء الأنبياء الكرام عليه السلام. فقال زوى إليه أو زوى له كل فضيلة من فضائلهم التي اختص كل واحد بها، سواء ما اتفق منه واتحد أو اختلف وافترق، فإنما يقتدي بما أطلعه الله عليه من فضائل الرسل وسيرهم. ثم قال هذا العالم قال وهو الخلق الموصوف بالعظيم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى خلقه هو جمع هدي الأنبياء كلهم عليهم جميع الصلاة والسلام. وحينما قال فضائل التي اختص بها كل واحد، معلوم أن تقريبا لكل نبي يعني أبرز القرآن شيئا من خصائصه، مثلا في داود في قوته وفي حكما وعلما ففهمناها سليمان حكما وعلما وعلمناه صنعة لبسين لكم في أشياء، وأيضا وهو ابن سليمان الصافنات الجياد إلى آخره، كل له خصائص. إبراهيم في حنيفيته، موسى في التوراة وفي قوته وفي مواقفه مع الخضر ومع غير الخضر ومع الرجل الصالح في القصص ومع أخي هارون ومع بني إسرائيل، كل له خصائص. فالله عز وجل أطلع نبيه على خصائص كل نبي وأخذها كلها، فهذا عجيب. بل هم وآباؤهم الصالحون طبعا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الصالحون طبعا الذين بهم القدوة والأسوة.